معانا طبعا الاستاذ فاضل النمر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. استاذ فاضل بنحيي حضرتك وبنقول لحضرتك مبروك على القرار ده. الله يبارك فيك وشكرا، اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا في اسرة برنامج ملاعب الابطال، واهلا وسهلا في السادة والسيدات المشاهدين. بنرحب بحضرتك. ويعني ازاي خدتوا الخطوة الجميلة والجريئة والقوية دي في مخاطبة الاتحاد الدولي لإدراج بطل العرب في كأس العالم للسوبر كلوب القادم إن شاء الله؟ في الواقع احنا اهتمامنا الآن كمجلس إدارة يعتبر جديد على سدة الإدارة الدفة الاتحاد العربي، يعني تقريبا قبل شهرين تشكلت الجمعية العمومية للاتحاد العربي وعلى ضوها تبلورت عدة أفكار. كان في مقترح موجود وتداولت مع الدكتور حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى مشكورا كان حاضر معنا أيضا في الجمعية العمومية للاتحاد العربي، وأشار إشارة واضحة بدعمه ومساندته إلى كل الدول العربية وللاتحاد العربي. تمام. على ضوها تم عرض المقترح ببلورة قوية بحيث تكون الاتحاد العربي له حضور قوي في مشاركة الأندية العربية. الاتحاد العربي تأسس عام 1975. تمام. ومشاركات الأندية العربية القوية والكبيرة تعتبر مشاركة بعض الأحيان تكون خجولة لوجود رزنامة مزدحمة بكثير من المشاركات على المستويات الخارجية. تمام. فبالتالي احنا نحتاج إلى دفعة قوية إلى عودة الروح القوية في البطولات العربية. فإذا كان هناك حافز يؤهل بطل العرب من المشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب، هذا راح يكون مشاركة قوية جدا ويعكس قوة الدول العربية سواء كانت في آسيا أو في أفريقيا. هم في الواقع أبرز الفرق وأبرز المنتخبات القوية هي الفرق الدول العربية اللي موجودة سواء في آسيا أو في أفريقيا. مظبوط. وهذا بإذن الله راح يعطي فرصة ومقعد إضافي إلى الدول العربية والفرق العربية بالمشاركة إن شاء الله، وظهار ظهور مشرف إن شاء الله في بطولة السوبر جلوب القادمة في 22 وأيضا في 23. طيب، هل في دول تقدمت لاستضافة البطولة العربية لكرة اليد؟ وطبعا اللي هتبقى مختلفة بعد القرار التاريخي ده. أكيد اليوم كثير من الإشادات، كثير من الاتصالات من كافة الدول العربية. أيضا اليوم تم إرسال وتعميم وفتح باب ملف الاستضافة إلى البطولة العربية المذكورة اللي إن شاء الله راح تكون تقريبا في تاريخ 25 و 26 أغسطس. أعطينا فرصة إلى 10 أيام إلى 12 يوم أن الدول العربية تتقدم على استضافة هذه البطولة ودراسة الملفات وإيجاد الملف الأقوى لتنظيم هذه البطولة إن شاء الله، بحيث أنه يليق بمستوى وحجم ما نسعى إليه من تأهيل من خلال هذه البطولة. كويس جدا. طيب، النادي الأهلي هيشارك في البطولة، والنادي الأهلي كده هو مؤهل أصلا للسوبر جلوب، يعني مؤهل لكأس العالم. هل لو فاز النادي الأهلي بالمركز الأول هيكون صاحب المركز الثاني هو اللي مؤهل من البطولة العربية؟ أكيد في الغالب راح تكون يعني لائحة منظمة لهذا الموضوع بشكل واضح. وأظن يعني الفرق المتأهلة للسوبر جلوب بشكل مباشر لها الحق في المشاركة، ولكن أظن راح البطاقة المضمونة راح تكون بالنسبة إليه سهلة طالما أنه هو ضامن المشاركة في السوبر جلوب القادم إن شاء الله بإذن الله. طيب، ولكن لو فاز نادي متأهل ما في شك يعني راح يكون اللائحة المنظمة راح تعطي الفرصة إن شاء الله لمشاركة صاحب المركز الثاني. طيب، أبرز الدول اللي تقدمت لاستضافة البطولة العربية؟ احنا اليوم للتو بعث يعني الخطاب الى كل الدول العربية. الى الان لم تصل اي شيء خلال هذا اليوم، لكن متوقع خلال الايام القادمة سوف تصل اكيد. واثقين جدا في عملية تقدم عدد معين من الدول في استضافة البطولة بإذن الله. ان شاء الله. الاستاذ فاضل النمر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، بنشكر حضرتك جدا على المداخلة وعلى التوضيح.